ومن لندن تنضم إلينا الكاتبة الصحفية عزة زفتاوي. مساء الخير على حضرتك يا فندم، وسؤالي لك: الدعم الذي ستقدمه المملكة المتحدة لأوكرانيا في هذه الحالة التي يشهدها العالم أجمع. مساء الخير. سلام. ونحن نتحدث عن الدعم الذي يمكن أن تقدمه بريطانيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة مجتمعة. يعني كان واضحا منذ انطلاق العمليات العسكرية الروسية ضد أهداف في أوكرانيا، كان واضحا الموقف البريطاني عندما أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن صدمته وإدانته لإطلاق روسيا لهذه العملية العسكرية، وأكد أنه الغرب لم يقف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي يدير فيه الرئيس الروسي هذه الحملة ضد الشعب الأوكراني. جونسون وجه بعد ذلك يعني خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس الأوكراني على أنه هناك خطوات متتالية سوف تتخذها بريطانيا بالتعاون مع شركائها وأيضا حلفائها في الاتحاد الأوروبي وأيضا في حلف الناتو لاتخاذ الرد الذي وصفه جونسون بالرد هل الحازم الردع سيكون والقوي. عسكريا أم الرد سيكون والردع سيكون اقتصاديا فقط؟ الرد العسكري ليس واردا في هذه اللحظة، هناك تأكيدات بأن بريطانيا والقوى الغربية لن تقوم بنشر أي قوات عسكرية على الأرض في أوكرانيا، ولكن ربما تكون الخطوة التصعيدية المتوقعة من بريطانيا، ونحن على وشك اللقاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي سوف يقوم بإلقاء بيان خلال الساعة القادمة أمام البرلمان البريطاني، سوف يتحدث عن عقوبات اقتصادية تصاعدية ضد روسيا يرى أنها ربما تكون رادعة وأيضا موجعة لروسيا إزاء هذه العمليات العسكرية. نعم، حجم تفاصيل هذه العقوبات العقوبات وهل هي تشمل بعض رجال الأعمال الروس الموجودين في المملكة المتحدة وتجميد لأرصدة بعض المؤسسات الروسية في المملكة المتحدة؟ أعتقد أنه يعني الكشف عن مزيد من التفاصيل عن هذه العقوبات ربما يفصح عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ولكن وفقا لبعض التسريبات من وسائل الإعلام البريطانية ربما هذه العقوبات الاقتصادية سوف تطال كيانات وشركات لها أهمية استراتيجية في الاقتصاد الروسي وأيضا قريبة من الكريملين ومن الرئيس بوتين نفسه. هناك أيضا حديث ربما تطال هذه العقوبات رجال الأعمال المقيمين في بريطانيا والذين لديهم استثمارات عالية جدا داخل البورصة اللندنية، فالحديث عن هذه العقوبات الاقتصادية سوف تكون مرحلة تصاعدية أكبر من العقوبات التي كان قد أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني قبل يومين. نعم، سيدة عزة الزفتاوي، نشكر حضرتك شكرا جزيلا.